السلام عليكم. هنكمل كلامنا عن الخلفاء الراشدين ونتكلم عن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب كان من أحسن الخلفاء الراشدين، وكان معروف بزهده وعدله ورحمته وتواضعه. والرسول عليه الصلاة والسلام كان معروف أو كان بيلقب عمر بالفاروق، لأنه فرق بين الحق والباطل. عمر بن الخطاب اتولد في مكة بعد ميلاد الرسول ب 13 سنة، يعني هو أصغر من الرسول ب 13 سنة. كان من أشد أعداء الإسلام قبل الإسلام، طبعا قبل إسلامه كان من أشد أعداء الإسلام، وكان ودخل الإسلام في السنة الخامسة من البعثة. وزي ما قلنا لقبه الرسول عليه الصلاة والسلام بالفاروق، لأنه فرق بين الحق والباطل. المسلمين بعد إسلام عمر قدروا يصلوا لأول مرة في المسجد في الكعبة، المسجد الحرام. عندي عمر بن الخطاب بعد إسلامه أو بعد تولي الخلافة استشار، أو أثناء مرض أبو بكر الصديق استشار الصحابة فوافقوا كلهم على عمر، فبايعوا الناس بعد كده بالإيه؟ بالخلافة. أهم أعمال عمر بن الخطاب إنشاء الدواوين. الدواوين اللي احنا بنقول عليها دلوقتي وزارات، بعد اتساع الدولة الإسلامية زي ما هنقول كان محتاج عمر طبعا بيسجل حاجة الأشياء، اتسعت مسؤوليات الدولة، عشان كده نصحوا البعض بإنشاء الدواوين زي ديوان بيت المال، ديوان الجند، ديوان العطاء، نظام الحزب. كمان عمر بن الخطاب أول من بدأ بالتقويم الهجري، اتخذ من هجرة الرسول من مكة للمدينة بداية للتاريخ الإسلامي اللي هو اللي احنا مسمينه لغاية دلوقتي التقويم الهجري. إنشاء المدن، عمر بن الخطاب أمر القادة أثناء الفتوحات كل قائد يدخل مدينة لازم يبني، كل قائد يدخل دولة أو بلد لازم يبني مدينة جديدة. فاتبنت الكوفة والبصرة في العراق، واتبنت الفسطاط في مصر. ليه؟ بما تفسر اهتمام عمر بن الخطاب بإنشاء المدن الجديدة، هنقول لتكون مركز لتجمع المسلمين وجيوشهم. تاني، بما تفسر اهتمام عمر بن الخطاب بإنشاء المدن الجديدة لتكون مركز لتجمع المسلمين وجيوشهم، وزي ما قلنا الفسطاط في مصر والكوفة والبصرة في العراق. فتوحات الإسلامية، استكمل عمر بن الخطاب الفتوحات اللي بدأت في عهد أبو بكر الصديق. عندي مثلا فتح العراق وفارس. في الجزء ده في معركتين مهمين عندي على الخريطة هم. معركة القادسية، طبعا العراق وفارس تحت حكم دولة الفرس، يبقى القادسية بين مين ومين؟ بين المسلمين والفرس، سنة 15 هجرية. يبقى معركة القادسية سنة 15 هجرية بين المسلمين والفرس. كان قائد المسلمين اهو عندك على الخريطة الجيش بقيادة سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص كانت نتيجة معركة القادسية انتصار المسلمين وقتل قائد الفرس اللي هو رستم ودخول المدائن عاصمة الفرس. نتائج معركة القادسية قتل قائد الفرس رستم ودخول المدائن عاصمة الفرس. المعركة الثانية عندي هي برضو نهاوند. معركة نهاوند برضو بين الفرس والمسلمين سنة 21 هجرية، وكان قائد المسلمين في نهاوند عندي النعمان ابن مقرن. النعمان ابن مقرن، هتقول الاسم صعب شوية نحفظها، نون مع النون، نعمان نهاوند. وكانت سنة 21 بين المسلمين والفرس، وانتهت بانتهاء دولة الفرس، عشان كده المؤرخين مسميينها فتح الفتوح. بما تفسر يطلق على نهاوند فتح الفتوح لانتهاء دولة الفرس تمام. كمان فتح الشام، فتح الشام، وانا عندي معركة اليرموك في بقيادة خالد بن الوليد وسنة 13 هجرية بين المسلمين والروم، الشام تحت حكم الروم، وانتصر المسلمين واضطر قيصر الروم إلى مغادرة بلاد الشام. يبقى تاني اليرموك سنة 13 هجرية بين المسلمين والروم بقيادة خالد بن الوليد،
والنتائج بتاعتها انتصار المسلمين ورحيل قيصر الروم عن بلاد الشام. بعد كده تولى قيادة الجيوش أبو عبيدة الجرار، واتفتحت بيت المقدس سنة 15 هجرية، وتسلمها أو رفض أهلها أن هم يسلموا المفاتيح إلا لعمر بن الخطاب شخصيا. وفعلا عمر بن الخطاب سافر من المدينة للقدس واستلم المدينة وأمن أهلها على أنفسهم وكنائسهم وأموالهم. بعد كده فتح مصر. عمرو بن العاص انتهز فرصة وجود عمر بن الخطاب في القدس، وبدأ أو طرح عليه فكرة فتح مصر. ليه؟ أول حاجة قوة للمسلمين وتأمين لفتوحات الشام، بما تفسر أهمية فتح مصر قوة للمسلمين وتأمين فتح الشام. عمر بن الخطاب في الأول كان متردد. ليه؟ بسبب انشغال جيوش المسلمين في فتح العراق والشام. لكن لما لقى تصميم عمرو بن العاص وافق. خرج عمرو بن العاص من القدس، وصل العريش، بعديها الفرمة وانتصر على الروم هناك، وبعد كده قابل الروم تاني في مدينة بلبيس، وبعد كده قعد فيها حوالي شهر في بلبيس لغاية وصول الإمدادات من عمر بن الخطاب، وبعد كده حاصر الروم في حصن بابليون وفتحه، وبعد كده وصل لمدينة الأسكندرية اللي هي عاصمة مصر في الوقت ده وفتحها، وتم رحيل الروم نهائياً عن مصر سنة 21 هجرية 641 ميلادي، وأصبحت مصر ولاية إسلامية على يد القائد عمرو بن العاص. عمرو بن العاص ادى لأهل مصر الأقباط الأمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم، ولم يجبر أحد على الدخول في الإسلام. في الوقت ده قام واحد من المجوس غير مسلم اسمه أبو لؤلؤة المجوسي، قام بقتل عمر بن الخطاب بخنجر مسموم وهو خارج يصلي الفجر، وتوفي أو استشهد عمر بن الخطاب زي ما قلنا سنة 23 هجرية على يد أبو لؤلؤة المجوسي. بعد عمر بن الخطاب لو جينا نبص على التدريبات، السؤال الأول بيقول لي اكتب كلمة صواب أو خطأ مع التصويت. من الدواوين التي أنشأ عمر بن الخطاب ديوان الجند وبيت المال صح، وديوان العطاء ونظام الحزب. اتصف عمر بن الخطاب بالعديد من الصفات الحسنة ومنها الرحمة والعدل صح. من المدن اللي أنشأ عمر بن الخطاب اسكندرية والمدائن طبعا غلط. المدن اللي نشأت بعد عمر بن الخطاب عند البصرة والكوفة في العراق وفسطاط في مصر. ذهب عمر بن الخطاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم وأعلن إسلامه صح في السنة الخامسة من البعثة. من هو؟ قائد حقق نصرا على الروم في اليرموك طبعا خالد بن الوليد. قائد حقق نصرا على فرس بن هوان النون مع النون نعمان بن المقرن. قائد فتح مصر وأمن الأقباط على أنفسهم عمرو بن العاص. بما تفسر تردد عمر بن الخطاب في فتح مصر لانشغال جيوش المسلمين بمطاردة الفرس والروم، الاهتمام بإنشاء المدن الجديدة تكون مركز لتجمع المسلمين وجيوشهم، أهمية معركة نهاوند انتهاء دولة الفرس. ما النتائج التي ترتبت على فتح المسلمين لمصر عام 21 هجرية؟ أصبحت مصر ولاية إسلامية، وأمن عمرو بن العاص الأقباط على أموالهم وأنفسهم وكنائسهم. معركة القادسية عام 15 هجرية عندي مقتل أو قتل رستم قائد الفرس ودخول المدائن عاصمة الفرس. انتصار المسلمين في معركة اليرموك 13 هجرية عندي رحيل قيصر الروم عن بلاد الشام. عدل الفاروق عمر بن الخطاب هنقول إن هو عرف بالعدل والزهد والرحمة.